ولا ايه؟ يا جدعان، هو انا نايم تحت كوبري البابا والعالم عمالة رايحة جاية فوقية؟ تاني يا حمادة، ما قلنا ده ظرف طارئ. فيها ايه لو كنا نروح ننام في بيتكم ولا في بيتنا لغاية الظرف الطارئ ده ما ينتهي؟ نام دلوقتي عشان قضية بكرة، وخليك فاكر احنا وقفنا في المناقشة لحد فين. انا مش جاي لنوم. غمض عينيك وقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مرة، هتنام على طول. محامي محترم زيي يفضل يقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مرة برضه؟ ايوه صحيح، انت محامي والمحامين ما بيخافوش من العساكر. طب اسمع، قول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مرة، هتنام على طول. القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مرة؟ اه. طول الليل؟ أفضل أقول القاضي جاي، القاضي جاي، إيه؟ طول الليل أفضل أقول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مرة؟ طب مدام يا حبيبتي جوزك لسه داخله على قده، ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على الخلف وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد بيه، نسخت اوراق القضيه كلها سعاده بيه. اي اوامر جديده تحرك. احمد بيه، سعاده بيه. ايوه بيه. انت رحت بعيد قوي سعاده بيه. كنت سرحان في قضيه جديده شغلاك سعاده بيه. قضيه انا ومراتي يا ابراهيم يا فندم. انت ومرات سعادتك؟ ده انتوا لسه بتعصيهم يا فندم. الست مش عايزه تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه؟ استقلال التام او الطلاق الزوام. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفهوشه يا سعاده البيت؟ دي شقه يا فندم، مش شقه. تصور تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي معدي في الشقه ده يا سعاده البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ مين؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم. سوزوكي؟ لا، ما انا ركبته حتى سعاده البيت. ولا دور السادس شهر 19. مالي الرخصه شهر 19؟ هز يا وز، كده دولارات، كده استرلين. بقت صاحبتنا قوي بقى، شوف المصيبه. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس، مخلفين دسته عيال، وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بروسيه كوم تاني. يا ساتر، ايه الكلام ده يا سعاده البيت؟ انا يا سيد، مراتي ضرب الصحوبيه مع نص سكان العماره في اول يوم، وكملت على العماره كلها اسبوع. يا سعاده البيت، يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاوية الاختلاط. ود 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 هنروح بعيد ليه؟ 90% من القضايا اللي في المحاكم اساسها المعارف والجيران والصحوبيه. عندك حق يا سعاده البيت. بشرفي، بشرفي اخوك النهارده لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجه. فعلا فعلا يا سعاده البيت، فعلا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك بيتباع. النمريه الجديده. نوال، نوال، سيرتهم تاني. بس دي مامتهم مأمنة عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟
ايه؟ وما حضرنا الغداء من السكات. ادي عيبه. قصدك ايه؟ اصل ما عرفتش اطبخ من دوشه العيال. انت في حد مسلطك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. في عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ انا عارف، اسالي بنتك، هي المسؤولة عن العلاقات العامة والإدارة الداخلية. انت جبت البتاعة دي منين؟ إيه؟ مش دي بتاعة ال والله يا فوزية هانم، طلّاه شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي فط نط اطلع فوق، أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فط نط اطلع فوق، أتاريك هنا وأنا مش عارف. الله أكبر الله أكبر. فوزية هانم، احنا اكيد فينا شيء لله. طيب استاذن انا بقى. ليه مو بس؟ معلش عشان عندي مشاوير كتير الحق اعملها. فوزية هانم. نعم. اخواتي واولاد اخواتي واولاد اولاد اخواتي والعيله كلها جايه من البلد بعد كام يوم، فاذا سمحتي لي ابقى اعرفهم بسيادتك. قوي قوي يا استاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصوري حضرتك ان انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا بعد الشهر عليك. مش عارفه انام. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. اتفضلي بقى. اتفضل. الحقيقه انا كنت في الحاله. انا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمة واحدة، ده راجل ورعبان، أنا مش مستريح. ليه بس يا حمادة؟ حمادة إيه ونيرة إيه؟ ما أنت شايفة ست والدتك بقت عاملة إزاي؟ خلت تصرفاتها بقت إزاي؟ بتلبس ولاعة في دراعها دلوقتي. أرجوك ما تعيبش في ماما. كفاية إنها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها، واستحملت عشان تربيني. وأظن دلوقتي من حقها إنها تعيش وتتجوز، بدل ما يعيش لوحدها من يوم ما سبتها. أنا ما قلتش لأ، بس تتجوز راجل محترم. وهو الأستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز في عبد السلام افندي بتاعكوا ده. راجل كله حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقولك ايه، روحوا ايه لوالدتك، احمد بيقولك بكره تندم يا جميل. بعدين يا استاذ، كل الشهود بيشهدوا على اخويا وانا مش مستريح للقضيه. طمن يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع الراجل. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتنزلها، هتجيب عليها وثيقه. ربنا يديك الصحه وفصحة لسان يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها، يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز.